بقول لك ايه، دينا بتقول ان احنا بتدور على شغل. شغل ايه؟ ايه وانت زعلان ليه؟ ما هي طبيعي هتفكر كده في الظروف اللي هي فيها. ماشي، هو حقها، بس انا يعني خايف عليها. بس خايف من ايه؟ خايف تبعد اكتر، تبقى مش محتاجاني، فمش هنرجع. انا فاهم انت بتفكر ازاي، بس هي يعني مش هتبعد عنك عشان اشتغلت، ومش هترجع لك عشان محتاجه لك. ايوه، بس انا كنت رافض فكره الشغل ده، وكنت فاكر يعني ان انا بحافظ عليها وبحافظ على بيتي. دلوقتي بقى عندها مساحه تعمل اللي هي عايزاه، ايه اللي هيخليها تفكر انها ترجع لي؟ انت فاهم؟ تقدر تغير ده. انا ازاي يعني؟ ارجع بالزمن واشجعها؟ اقول لك بقى، انا على التقيله. انت تساعدها من غير ما تستنى مقابل، يعني تساعدها في تربيه ليلى. كان في واحده عندنا في الشغل مطلقه، كانت بتتكلم عن طريقها ان هو قاعد يساعدها من غير ما يضغط عليها ولا يستنى مقابل، وفي الاخر رجعوا لبعض. اه والله العظيم رجعوا لبعض. ماشي، اجرب. بس اقول لك على حاجه، ابوس ايدك، اوعى تقول ان انت عرفت مني. اعمل نفسك عرفت من اي حته بره. انا دينا بتقفش عليا ان انا نازل معاك اصلا. ليه يا عم انت نازل مع شطان؟ مش هقول يا عم. وعد؟ مش هقول والله. قالت لي مامي وحشاني يا عمته. وهي وحشتني اكتر بكتير. شكرا قوي يا عنيا. شكرا على ايه؟ انت لو احتجتي اي حاجه اطلبيها مني. على فكره مهما حصل انت هتفضلي برضو صاحبتي اللي بحبها. انا عارفه، وعشان كده يعني كنت عايزه اعتذر لك اني اتعصبت وانفعلت المره اللي فاتت. يعني كان في حاجات كتير قوي انا مش فاهماها ومش عارفاها، في حقك عليا، وانك كمان يعني استحملتيني. تعتذري على ايه بس؟ هو لو انا ما استحملتش عصبيتك وجنانك وتوترك، مين هيستحملك؟ مامي انا عايزه انام شويه، ما عرفتش انام امبارح كويس عند عمته. ماشي، اطلعي هتلاقي البيجامه بتاعتك على السرير، البسيها ونامي على طول. ماشي، باي يا عمته. باي يا روح عمته. هتشربي ايه؟ لا ولا حاجه، انا لازم امشي، عندي شويه حاجات لازم اشتريهم عشان سفر تاني. وهي هتسافر برضو؟ اعمل ايه، طالعه دماغها ناشفه زي امها. تصبحي على خير. وانتي من اهل خير يا حبيبتي، اتفضلي.